رمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين. من ساعة ما بدأت رحلتي في الغدر واستمريت في مسيرتي وانا بخدع صحابي، اكتشفت ان في حاجة مهمة ناقصاني. كان دايما في حاجز بيني وبين ضحاياي. السنة دي بقى هتكون سنة المواجهة. هكون انا والضحية وش الوش. هيكون قدامي مسلوب الإرادة. فك يا عم البتاع ده، انت هتضايقني ونبي. انا اللي هضحكه وانا اللي هبكيه، والنبي الله يخليك. واللي هيعرب هيكهرب. ولو حاولوا يستعطفوني ويجاملوني، رامز جلال نجم اليوتيوب ده واد شقي وكمان محبوب. رامز جلال مش هصدق كدبهم. ولو شفت في عينهم الانتقام، والله لو فكتني هعدمك. هيلاقوا الغدر مستنيهم. على ابو شكل راسين تانيه. ايه رايكم في لون شعري؟ رامز مجنون رسمي يوميا 8 بتوقيت السعوديه على MBC 1. رمضان يجمعنا، بس خليك بالبيت.